يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأشاعرة يقولون المعنى من الله والكلام من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من جبريل يقولون، نعم. يقول فهل فهمي صحيح أن هذا هو مذهب الأشاعرة؟ نعم، هذا هو مذهب الأشاعرة، يقولون القرآن هو المعنى القائم بذات الله القديم، المعنى القديم القائم بذات الله، وأما الحروف والألفاظ فهذه إما من جبريل وإما من محمد، فهم جمعوا بين قول الجهمية وبين قول أهل السنة، وهذا تلفيق باطل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخلت ابن القيم شبههم بالنصارى اللي يقولون المسيح بعضه من الله وبعضه من البشر، شبههم بهذا. نعم، اللي يقولون اتحد الناسوت باللاهوت، نعم، فجعل القرآن بعضه من الله وبعضه من البشر. نعم.